عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا الأستاذ صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ صلاح، بداية أنا برحب بحضرتك على شاشة أكشن نيوز. حالة من التصعيد لم ترها هذه الأزمة من قبل. إسرائيل بحسب ضيفي الكريم منذ قليل لم تحقق أي من المستهدفات التي وضعتها لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية. كيف نعنون ما يحدث في غزة أستاذ صلاح؟ أهلا بك يا فندم وبسادة المشاهدين. في الحقيقة اللي بيجري في قطاع غزة هي أزمة إنسانية غير مسبوقة لم تشهدها المنطقة من قبل. بنتكلم عن حصار كامل بتقوم به إسرائيل تجاه قطاع غزة من قطع المياه والوقود والكهرباء، وتعنت كبير في إدخال المساعدات على الرغم من قيام إسرائيل باستهداف القطاع الصحي بشكل كبير في قطاع غزة، واستهداف كافة المنشآت والمرافق البنية التحتية داخل القطاع، مما بيزيد من حدة الأزمة. وبالتالي ده اللي بيؤكد أن ضرورة قيام المجتمع الدولي بتكثيف جهوده فيما يخص بإدخال المساعدات وزيادة حجمها، وتكثيف الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل مهمة وصول المساعدات للجانب الفلسطيني، وكذلك تأمين وصول الجرحى أو خروج الجرحى من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح تمهيدا لعلاجهم داخل مصر. إحنا في الأيام اللي فاتت شفنا كان في استهداف إسرائيلي لطافلة الإسعاف اللي كانت بتنقل مجموعة من الجرحى وما تبعه من عدم تمكنهم من الوصول وتوقف عمليات إجلاء الجرحى من داخل القطاع إلى معبر رفح للعلاج في مصر، وده اللي بيزيد من حدة الأزمة. شفنا استهداف لمستشفى مستشفيات متعددة زي مستشفى الشفاء وغيرها، وده مع عمليات القصف العنيف والاستهداف لكافة المنازل والمناطق السكنية، وجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض، وده اللي بيزود من حتة الأزمة اللي موجودة داخل القطاع. وبالتالي ده اللي بيجعلها من أكبر الأزمات الإنسانية اللي ممكن تشهدها المنطقة خلال السنوات الماضية. أستاذ صلاح، في الحقيقة في سؤال فيما يخص الاستهدافات للمستشفيات، للمدنيين، لسيارات الإسعاف. هل إسرائيل تعي وتدرك هذه التحركات، أن من يدفع هذا الثمن هم فقط المدنيين والأطفال، أم أنها مجرد استهدافات عشوائية؟ هي إسرائيل تدرك كل ما تقوم به في قطاع غزة من جرائم، وتدرك أن هذه الاستهدافات يدفع ثمنها المدنيين، وأن الهدف من هذه الاستهدافات هي يعني ليها هدفين أساسيين. الهدف الأول هو يعني بث الخوف والرعب في النفوس الفلسطينيين لدفعهم لمغادرة القطاع بالاتجاه الجنوبي. يعني لما نيجي نشوف أن كافة الاستهدافات العنيفة والمجازر اللي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بتتركز في منطقة الشمال، وهو ده الهدف الأساسي لإسرائيل في الفترة الحالية، إنها بتهدف لإخلاء الشمال من السكان ودفع السكان للتهجير القسري، سواء الناس اللي موجودة داخل المستشفيات سواء على مستوى العلاج أو على مستوى النزوح. إحنا النهاردة بنتكلم عن مستشفيات في مناطق في قطاع غزة بها آلاف النازحين اللي بيحتموا من القصف، سواء بالقصف المدفعي أو القصف الجوي أو البري أو البحري، وبمختلف أنواع الذخائر. بنتكلم عن قبائل، عن قنابل وزنها ضخم جدا، بنتكلم عن أسلحة محرمة. بتهدف من هذه الاستهدافات لبث الخوف في نفوس الفلسطينيين ودفعهم للنزوح من القطاع. الهدف الثاني إنها يعني بتحاول تؤكد للمجتمع الدولي إنها ماضية في استهداف أي مكان هي قد تراه داخل القطاع، مع تيقنها التام من عدم وجود محاسبة. احنا بنتكلم ان كل اللي بتقوم به اسرائيل داخل القطاع هي جرائم حرب، مش مجرد استهدافات يعني كل هذه المنشآت. ودي في الحقيقة نقطة أستاذ صلاح في غاية الأهمية، عدم وجود محاسبة. وبما أن حضرتك أشرت للمجتمع الدولي، في الحقيقة أي استراتيجية من وجهة نظرك يتبعها أستاذ صلاح المجتمع الدولي؟ فهي من ناحية يخرج الرؤساء يتحدثون عن ضرورة وقف إطلاق النار، من ناحية أخرى دعم غير مسبوق يقدم إلى إسرائيل، غض الطرف عن ما يحدث من خرق المواثيق، خرق لقوانين في حق المدنيين الفلسطينيين. أي استراتيجية تسمى هذه؟ دي ازدواجية معايير في تعامل المجتمع الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة. احنا بنشوف ان النهاردة جميع المنظمات الدولية او كافة الدول او الاطراف الفعالة في المجتمع الدولي بتطالب بوقف اطلاق النار، لكن على النقيض بنلاقي دعم غير مسبوق للجانب الاسرائيلي فيما يقوم به.
النهارده فرص التوصل لوقف اطلاق نار ضعيفه جدا، وانما يعني يقود اقصى الامال ان احنا ممكن نوصل لها، ان بنتكلم في هدنه انسانيه، ودي حتى كمان فيها مجموعه كبيره من العراقيل من جانب اسرائيل. وان اسرائيل وحتى شوف تصريحات الامريكيه خلال الفتره الماضيه حول التوصل لهدنه انسانيه بتؤكد ان لو تم التوصل لهدنه انسانيه فده لا يعني توقف اسرائيل في الحمله العسكريه، انما هتفضل مستمره بالتزامن مع الهدنه الانسانيه، وده احنا ما شفناهوش قبل كده. احنا بنتكلم ان هدنه انسانيه بيتم وقف الاستهدافات، دخول مساعدات، وبيتم تسهيل تنقل الجرحى ورفع الانقاض في المنازل المهدمه، لكن ما يجري على الساحه هي ازدواجيه كامله في التعامل من المجتمع. يعني تقصد في النقطه دي استاذ صلاح ان الولايات المتحده غير مقتنع بفكره وقف شامل لاطلاق النار؟ حتى من يتابع تصريحات انتوني بلينكن بالامس او بالامس، الكثير من التناقضات حتى في هذه التصريحات، من جانب تصريحات متعلقه بالمدنيين وضروره حمايه المدنيين، وجانب اخر يدعم بشكل مباشر اسرائيل. ماذا تريد الولايات المتحده ان تفعل في هذا التوقيت؟ الولايات المتحدة بتضغط بشكل كامل تجاه يعني لو هيتم التوصل لأي حلول لتهدئة الأوضاع هتكون من خلال هدنة إنسانية. لكن هذه التحركات الأمريكية هي بتأتي بس في إطار إن هي يعني يعني الاستجابة للضغوط الشعبية اللي إحنا بدأنا نشوفها. إحنا بنتكلم إن ظهرت مجموعة من التقارير وأكدت إن بلينكن أبلغ الجانب الإسرائيلي بتآكل الدعم الشعبي على المستوى الدولي لإسرائيل فيما تقوم به. شفنا مظاهرات موجودة داخل الولايات المتحدة تنادي بما يجري داخل القطاع. شفنا بدأ يظهر موجات كبيرة من التعاطف الدولي مع الجرائم اللي بتحصل في القطاع. فبالتالي التعامل الأمريكي فيما يخص الهدنة الإنسانية وتوقف أعمال القتال هو ده في إطار ازدواجية التعامل اللي بتقوم بها أمريكا منذ اللحظة الأولى في التعامل مع ما يجري داخل قطاع غزة والجرائم المرتكبة هناك. بيأكد أن أمريكا هي تدعم إسرائيل في المسار العسكري والعملياتي بكامل القوة، لكن في المقابل بتحاول أنها تبيض ماء الوجه أمام المجتمع الأمريكي بالظهور بمشهد المدافع عن حقوق الإنسان والحفاظ عليهم، على الرغم من ان الولايات المتحده حتى اللحظه ما شفناش منها بيان قوي فيما يتعلق بالاستهدافات اللي نفذتها اسرائيل في مختلف مناطق القطاع. بل بالعكس، الولايات المتحده تسعى مرارا وتكرارا لايقاف حتى اي مشاريع قرارات في مجلس الامن لمسانده هذا الشعب الاعزل. دي حقيقة، دي شفناها. يعني الولايات المتحدة قامت بتعطيل قرارين تم تقديمهم لمجلس الأمن لفرض التهدئة وحلحلة الأوضاع والسيطرة على الأزمة الإنسانية المستعرة في القطاع. وده كان أمر مستغرب، إن احنا بنتكلم النهاردة عن حياة أكثر من 2 مليون بني آدم بيعانوا من التهجير القسري وبيعانوا من مختلف الجرائم اللي نص عليها القانون الدولي الإنساني. فمفروض إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هم من أشد المناصرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فأين هم ما يجري من قطاع غزة؟ بالأخص أن الاستهدافات الإسرائيلية لم تقتصر حتى على المنشآت الفلسطينية، ده امتدت كمان لمنشآت أممية. احنا بنتكلم النهاردة عن الأونروا بتطلع بيانات متتالية عن استهدافات طالت مجموعة من المدارس ومجموعة من المخازن. بنتكلم عن يعني عمليات قصف قريبة للغاية من المستشفيات وأماكن النزوح وعمليات حصار شاملة. كل ده يندرج تحت بند العقوبات في المجتمع الدولي، لكن في المقابل بنلاقي ان في اجهاض اسرائيل كافر التحركات، بنلاقي دعم غير مسبوق على المستوى السياسي والدبلوماسي والمستوى العسكري فيما يجري. وده اللي بيؤدي بشكل اكيد ان في تعقد للاوضاع وان مسار الحل مش هيكون بالسهل اطلاقا. طب هل هناك اي اوراق ضغط استاذ صلاح من وجهه نظر حضرتك من الممكن ان يتم استخدامها في هذا التوقيت؟ يمكن ضيفي الكريم منذ قليل استخدم تعبير في غايه الاهميه ان الدوله المصريه اصبحت الان تتعامل بدبلوماسيه خشنه، على حد يعني تعبيره، فيما يتعلق بهذه الازمه. حاله التصعيد تستوجب معها لربما قرارات حاسمه بشكل او باخر، اوراق استخدام اوراق ضغط. اي اوراق ضغط من الممكن ان يتم استخدامها الآن للمجتمع الدولي ليعي بمسؤولياته بما يحدث في الداخل الفلسطيني، للتوصل حتى لحالة هدنة، ولو يعني لإيصال المساعدات بشكل مستدام لأهالينا داخل القطاع؟
هو في فيما يخص اوراق الضغط احنا نتكلم عن التعامل المصري في هذا الشان، وممكن نشوف التعامل العربي ممكن يكون ازاي. لو هنبدا بالدوله المصريه هنلاقي ان مصر استعملت كارت قوي جدا وجاب وادى لتاثيرات مباشره، وهو كارت الرعايه الاجانب ومساله خروجهم من معبر رفح. مصر استعملت هذا الكارت مرتين، المره الاولى كان وقت رفض اسرائيل لدخول المساعدات، ومصر قامت باغلاق المعبر امام خروج الرعايه الاجانب الا بعد التوصل لاتفاق فيما يخص المساعدات ودخولها وفق اليه منظمه، وده ما تحقق بالفعل. شفنا بعد ما حصل استهداف قافله الاسعاف قبل ايام ومنع الجرحى من الخروج من القطاع، قامت مصر بتعليق خروج الاجانب من القطاع، وده بالتبعيه هيؤدي ان المجتمع الدولي هيبدا يحس بمدى وجود الازمه. المجتمع الدولي او الاطراف المؤثره في المجتمع الدولي عندما يطالهم الأزمة أو يبدأوا يشعروا بجزء منها، لازم هيتم اتخاذ مجموعة من التحركات. احنا بنتكلم من ملف الرعاية الأجانب، هو من الملفات اللي بتحتل أولوية لدى الدول الأجنبية، فبالتالي لازم يكون في تحرك مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص هذه المواقف وفي مقدمتها التواصل لهدنة إنسانية. نعم. فيما يتعلق بالشق العربي، احنا بنعول على القمة العربية المقرر عقدها يوم السبت القادم لاتخاذ موقف عربي موحد بيطالب بفرض هدنة إنسانية، إن الدول العربية تبدأ تاخد مواقف سواء على المستوى الثنائي أو كموقف موحد من خلال جامعة الدول العربية للتعامل مع الولايات المتحدة. احنا شفنا امبارح أو قبل أيام اجتماع وزراء الخارجية مع أنتوني بلينكين في الأردن، وتم التأكيد فيها على الثوابت المصرية والثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل حلها. نعم. من المتوقع ان شاء الله الفتره الجايه يتم استعمال هذه الكروت التواصل لحل سريع ان شاء الله. نعم، انا بشكر حضرتك في الحقيقه جزيل الشكر الاستاذ صلاح وهبه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله.